أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك، جنات النعيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كي لا أقول ولا أعمل ولا أنطق إلا بما يرضيك عني. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل على بركة الله بالقراءة الجماعية من سورة العنكبوت، من الآية 31 إلى الآية 38. فعلى بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. مرة أخرى. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. مرة أخرى. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما هذه
هي تتقرأ سوي سوي أ كما قريتها صحيحة سمعتها صحيحة أصلها سوي أ سوي أ سوي أ بهم سوي كما كانت سوي أ بهم. نعود الآية ولما جاء طريقة ثانية زادت تقرأ بها كمن هكا سوء سوء الطريقة هذه سوء بهم اللي مقدمة معناتها في تونس يقرأوا هكا وهكا يعني هذه الثانية مقدمة في تونس لكن حتى الأخرى زادت كيف كيف هي قرأوا بها الأولى سوء سوء والأخرى سوء سوء عاود الآية بطريقة ثانية ترى وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ فيها كلمة رجزا حرف الجيم مقلق خاطر ساكن وعندنا الراء نكسرها مليح ونجيبها مرققة ري رجزا ري ريج ريج رجزا كما هكا رجزا نكسر فيها الراء ري ونجيبها مرققة اش معناتها مرققة ما نقولش ري ريج ري لا ري رجزا رجزا كما هكا بالطريقة هذه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عرض الآية إنا منزلون على ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون هنا الحرف الدال يختفي تقعد تاك هاو تولي ولقد ت ولقد ت من قاف من شين الت ما عادش نسمعوا الدال ولقد تركنا ولقد ت كما هكا شفتوا الدال كاتبينها باللون فتح ايوه تتقرا ولقد تركنا منها آية بينة تعال عاودوا الآية ولقد تركنا منها لقوم يعقلون لقوم يعقلون الإدغام مع الغنة جيبوا مي لقوم يعقلون مي لقوم يعقلون من هكا به نوصل وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى
إلى مدين مدى أدى حرف الدال مقلقل كما الجيم مدى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين مرة أخرى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين مرة أخرى كذا وقد تبين كيف الدال هنا تضغم في التاء والتاء وقد تبين من قاف نمشيو للتاء ما نسمعوش ما نسمعوهاش الدال من قاف للتاء وقد قد تاء عباره مكتوبه قاء وبعدها تاء وقد تبين بالطريقه هذه نرجع مره اخرى الايه وعاد وثمود مره اخرى وعاد وثمود وقد تبين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعلمون
يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونمر إلى القراءة الفردية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إننا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط سئ بهم وضاق بهم ضرا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين جزاكم الله خيرا بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إنا منزلون على حول في الإخفاء تاع النون خاطر هنا باش نعملوا لها إخفاء وغنى هكا ولا ما تلصقش لسانك تقولش منزلون إنا تحضر حرف الزاي باش تنطق به منزلون على إنا شفت مش من ما تلسانك يبعد على سقف الحرف إنا منزلون إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا من ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون بينة وهم غير وما غير غنى نحن نعمل الإدغام ومن نعمل شغلنا خطر حال فلا بينة لقوم يعقلون تعودها ولقد تركنا استخم الراخة ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون يعطيك الصحة وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا
فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قلق شوية الباب. وكانوا مستبصرين. يعطيك الصحة. قراءتك طيبة مع شوية بشوية بحول الله تولي ممتازة إن شاء الله. أما عايزك تتفكر الأخطاء اللي صنفهم. كل مرة. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إنا فيها لوطا. قالوا إن قال إن فيها إن قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها نحن أعلم بمن فيها نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم رسلنا لوطا ولما جاءت رسلنا لوطا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدليل القرآن من إنا منزلون على أهل وادي. بسم الله. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرشفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا
مستبصرين. ايوه كده، جزاكم الله خيرا. صح، ايوه. شكون يقرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظا إن شاء الله. تقرأ صفحة الكل حفظا إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. فخمرة شوية، ذروا ذروا رقق الذيل وفخمرة. وضاق بهم ذرعا ذرعا. وضاق بهم ذرعا ذرعا ذر 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 ذرعا، أي طيح في الذيل، ذيل رقق فيها وفخم في الرأس، طيح في العين. ذرعا ذرعا كما قال. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. صحيح. إنا منزلون على أهلها، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما كانوا مستبصرين. يعطيك الصحة سيدي، جزاكم الله خيرا. قراءة طيبة ما شاء الله. سورة العنكبوت من سور الصعاب الحفظ، ماهيش سهلة. زعما باش تركيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا، حاول تفتح شوية القلقلة نتاع إبراهيم هكا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم إبا. ولما جاءت رسلنا إبرا، مش إبرا، فهمت؟ مش بالإمات ميلها شوية، مش إبراهيم، إبراهيم كما أكثر. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إنا منزلون على ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سوئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء
السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. بالك في الحرف المفتوحة سيأيمن أفتحها منيح صاد داء داء أفتحها صاد داء نقرا حد على الأحفاظ أي نعم هو الحجاج مع الأحفاظ أو التلاوة هي اللي هاي صحيح هي صفحة صعبة شوية في الحديث يجيبها مع بعضها الكل نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا فيها مد مد قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا جاءت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وقال بهم زرعا وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. جزاكم الله خيرا يعطيك الصحة سيدي قراءتك طيبة به ما شاء الله ثم بعض الأخطاء أي ما الله شيوخ حلقات أي ما شاء الله بالله أي واحد شكون كمل نشخر أي عم صالح نقراش ولما جاء رسلنا إبراهيم لا مش من غادي عم صالح من وريه فيه إنا منزلون على إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة بقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة فولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا قد تبين لكم من نسائهم وزين الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعطيك الصحة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كملنا